السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الوسع اللي بره ده كله بتربطه العجلة هنا؟ مش معقول. حضرتك مين؟ أنا سامح. سامح مين؟ ضابط مباحث. يا ساتر يا رب. ما تخافش ما تخافش. خير يا ابني في إيه؟ زي إنك ما تخافش ما فيش حاجة. أنا جاي أقبض على فريدة بس. ليه؟ فريدة عمرها ما عملت حاجة غلط. كمل لك. ما عملتش حاجة غلط، ما تعرفش حاجة، ما شافتش حاجة، وعمرها في حياتها ما عملت حاجة. هو في إيه يا ابني؟ فريدة فين؟ مش موجودة. احلف. والله ما موجودة. لا شوف برضه تخش علينا الحاجات دي. قول والله العظيم فريدة مش موجودة دلوقتي. والله العظيم فريدة مش موجودة دلوقتي. ده حلف. طيب. كده أنا مضطر تاخد الكارت. اه لا معلش دي فلوس النفقة. معلش موضوع كبير بس أنا بحكي لك بعدين. ده الكارت بتاعي. ضابط شرطة أهو. يا ريت لما فريدة تيجي تخليها تكلمني ضروري. حاضر يا ابني. حاضر. بعد إذنك. اتفضل. ثانية واحدة معلش. حس الأمني بيقول إن أنا لازم أقعد. هستناها. اتفضل يا ابني. ايه ده؟ تشرب حاجة يا ابني؟ لا اي حاجة سخنة. جميل رد على التليفون. دلوقتي احتجتني عشان تعرف انت من غير جميل حملك تقيل. ده اعلان ده ولا ايه؟ الو ايوه مكتب حمزه الجبالي انا جميل. ايه فريده بره؟ ايه والله خليها تدخل فورا. خليها تدخل فورا وخلي كل الموظفين يروحوا. يلا وكل الموظفين يروحوا. وانتوا كمان يلا. وانتوا كمان روحوا. انتوا ماشي 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 ونب نفسنا. اه ماشي سلام. احنا اللي هم ايه يعني احنا هتبعنا يعني كده؟ مع السلامه. انت عارف الراجل بميت بنت. ونجات البنت؟ كمل بقى. غرور الراجل يعني؟ مع السلامة. رد انا خالة. لا في امستردام الكلام ده. يلا. هتوحشني. يلا حبيبي. طب اتفضل يا عم دمنهور يلا. ايوه وانت هتعمل ايه؟ انا معاك. هو انت مش من رجالة؟ ايه اه صح سوري ما خدتش بالي. يلا يلا. يلا يا عم دمنهور يلا يلا. توفيق يا وحش. يلا. اه اتفضلي اتفضلي. الله ما انت قلتي هتتصرفي لوحدك. ما انا جاي اشوفك اتصرفت ازاي. للاسف اتاخرتي جدا. ايه ده انتوا بتعملوا ايه؟ نسيت بس الحاجه نسيت الايه؟ يلا بينا. اتفضل اتفضل اتفضل. معلش بقول لك للاسف الشديد اتاخرتي. حمزه انا ما بهزرش البوليس بيدور عليا. انت عارف ده معناه ايه؟ انك تسلمي نفسك. اسلم نفسي ازاي؟ هو انا عملت حاجه؟ يعني انا اللي عملت؟ عملت وانا هعترف عليك واقول انك عملت كل حاجه. محدش هيصدقك. خلاص يبقى تروح تقول الحقيقه. محدش هيصدقني. امال انت عايز مني ايه؟ عايزك تصدقيني. بصي يا فريده عشان اثبت براءتك وبراءتي لازم نعمل حاجه مهمه جدا. ما تخافيش. وجعاني. طب لازم نحط ايدينا في ايدين بعض ونعرف مين اللي عمل كده ونجيبه. فهمتي؟ ايه ده انت بتعملي ايه هنا؟ عايزاك. مش فاضي دلوقتي. لا اللي عايزاك فيه ما ينفعش يستنى. مفيش حاجه ما تنفعش تستنى. انا حامل يا حمزه. ايه